واخونا ايضا الدكتور خليل الحي ايضا انها في السلام عليكم. نحن نجدد ترحيبنا بدعوة الرئيس مبارك، ونؤكد بأن الحوار الفلسطيني غير المشروط هو الكفيل بالوصول للنتائج الإيجابية، والحوار الفلسطيني القائم على القواعد الوطنية بدءا من وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة واتفاق مكة هو الذي يشكل الأساس لنجاح هذا الحوار بعيدا عن أي اشتراطات استباقية. بالتأكيد نحن لا نرغب أن تكون الحدود مفتوحة على مصراعيها بهذا الشكل، ونتمنى أن يكون هناك لقاء عاجل لترتيب هذه المسألة وفتح معبر رفح ليكون معبرا سياديا مصريا وفلسطينيا بعيدا عن أي تدخلات خارجية كفيلة بقطع العلاقة التي تجسدت اليوم بزيارة الوفد البرلماني المصري بين فلسطين وبين العالم العربي والإسلامي. As usual, lifting the siege of Gaza and reviewing the negotiations concerning the final status issues. Are you going to Egypt on Wednesday? On Wednesday, so. Yeah. Did you go to the... It was not balanced anyway. No, no. Wrong inside. No, no. I said something about Ambulance. I wasn't heard that he did it for. He didn't want me to travel again.